النهارده هنتكلم على ذا ديفينيت ارتكل اللي هي ذا، اللي هي ايه؟ ذا. بستخدم اداه التعريف ذا في الحالات الاتيه. ايه بقى؟ اول حاجه قبل الاسم الذي تكرر في الجمله الثانيه وتم ذكره في الجمله الاولى. يعني احنا جبنا سيرته اصلا في الجمله الاولى وتكرر تاني في الجمله الثانيه في الحالات الاتيه. اوكي، وتم ذكره في الجمله الاولى نكره اصبح معرفه. هو كان نكره الاول ما كانش معروف، بعد كده اصبح ايه؟ معروف. اقول I have got a house with a garden. I have got a house with a garden. يعني ايه الكلام ده؟ انا حصلت على او اشتريت بيت في جاردن. بص بقى هنا الهاوس نكره في الاول، هيبقى معرفه ازاي في الجمله الثانيه. The house is small but the garden is huge. The house المنزل اللي انا اشتريته is small صغير. But the garden لكن الجاردن is huge، لكن الجاردن كبيره. يبقى من نكره اصبح ايه؟ معرفه. تاني حاجه مع الاسماء الفريده في الكون اللي هي مفيش غير واحد منها بس في الكون، زي the sun the moon the universe the world the horizon the earth the country the town the sea the sky the pyramids the high dam the state. اوكي، كل دي اسماء يونيك، يونيك نونز، يعني اسماء مش موجود منها غير حاجه واحده بس، يعني فريده من نوعها. ولكن سوري، في جمل اقول كايرو is the capital of Egypt. The capital of Egypt. هنا the capital of Egypt يعني عاصمة ايه؟ مصر. احط قبلها زي. هقول the sun rises in the east. يعني الشمس تشرق في الايه؟ في الشرق. بالظبط يا رجالة. ولكن مع كلمة space لا نستخدم ذا عندما نقصد الفضاء الخارجي. لاحظ الآتي. space لو بمعنى الفضاء الخارجي ما احطش قبلها ايه؟ زي there are millions of stars in space. يعني في ملايين الايه؟ النجوم in space في الفضاء الخارجي. ما اقولش in the space هنا. اوكي؟ ممنوع. ما ينفعش تحط قبلها زي. I tried to park my car but the space was too small. هنا the space احط قبلها زي عشان اقصد بيها، مش اقصد بيها الفضاء الخارجي هنا، اقصد بيها ايه؟ المسافة اللي أنا بركب فيها عربيتي كانت صغيرة. يبقى لو أنا ما بقصدش بسبيس الفضاء الخارجي أحط قبلها زي عادي جدا، مفيش أي مشكلة. قبل الاختراعات والاكتشافات، يعني مثلا أقول إيه؟ ذا تليفون انفنشن ولا مش انفنشن؟ انفنشن، اختراع. ذا كمبيوتر، ذا تلفزيون، ذا بلين، ذا راديو، كل ده لازم قبله زي. The plane has made travel very fast. Has made travel. The plane. The computer is a wonderful invention. Wonderful invention. كمان number four قبل اسم الحيوان الغبرة ونشير إلى النوع كله. ويأتي بعده الفعل في صيغة الإيه؟ المفرة. The camel pierced thirst. أنا أقصد بـ the camel هنا all camels pierced thirst. يعني كل الجمال، نوع الجمال كلها بيتحملوا الايه؟ العطش. وهنا the giraffe has long neck. انا اقصد بذا جيراف هنا all giraffes has long necks. كل الجيرافز has long necks. اوكي؟ طيب قبل صفات المقارنه القصوى والتفضيل اللي هي superlative degree لازم زي دي ما تكون موجوده. The computer is the most important modern invention. اهو the most. علي is the tallest boy in the class, the tallest. قبل جزئي المقارنة اللي هي كلما كلما. كلما كلما بعمل بيها ايه؟ كومباريزون، بعمل بيها مقارنة. أقول the more you work the more you earn. كلما تعمل أكتر كلما ايه؟ تكسب أكتر. طيب هنا كمان قبل الصفة لو نشير إلى الكل أو الجمع ويأتي بعدها فعل في صيغة الايه؟ الجمع. اقول the poor اللي هم poor people، the rich اللي هم rich people، the blind اللي هم blind people، the young، the old، the dead، the living، the innocent، the brave. The rich should help the poor equal rich people should help poor people. طيب كمان قبل الالات الموسيقى
طيب؟ اوكي؟ والافعال دي بالتحديد play, listen to, learn, teach. ونضع آل لو كانت الآلة غير ايه؟ غير محددة. يعني play the piano, play the violin, play the drum, play the lute, play the harp. اوكي؟ He likes to play the guitar every day. هبة wants to buy a piano. طيب كمان قبل أجزاء اليوم اللي هي العبارات اللي تشير للزمن والاتجاه وأجزاء الجسم. أقول in the morning أدي أجزاء اليوم فترات اليوم. In the afternoon. In the evening. The present. The past. أوكي؟ الزمن بقى. The back أجزاء الجسم. The front. أوكي؟ The body الجسم كله. The brain, the head, okay. كمان قبل أسماء الفنادق والمسارح والنوادي والمطاعم ودور السينما وأسماء الهيئات والمنظمات والألقاب والمناخ, okay. أقول the cinema, the internet, the office, the radio, the theater, the army, the post office, the government, the police, the United Nations, the climate, the weather. The press اللي هي الصحافة. طيب بستخدم ذا قبل أسماء الأماكن التالية إذا استخدمت لغير غرضها الأساسي للزيارة مثلا, أوكي؟ ودول هنعملهم في فيديو تاني. شكرا يا حبيبي.